طيب، خبر من اتحاد الكره هو خبر مهم وبديهي في نفس الوقت، يعني بمناسبه انتهاء مهمه المنتخب الاولمبي بشكل رسمي. اتحاد الكره يوجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بعد الفشل في اولمبياد طوكيو، او مش عايزين نقول الفشل، يعني حاولنا نعمل حاجه بس في ظروف بتتعلق بالجانب الفني الخاص بالجهاز الفني تحديدا هي اللي ما ساعدتش الفريق، لان احنا كان عندنا الامكانيات بصراحه. فاتحاد الكره قرر ان هو يوجه الشكر للجهاز الفني والاداري والطبي للمنتخب الاولمبي على ما قدموه خلال فتره عملهم التي تنتهي بنهايه الدوري الاولمبي، وخصوصا ان هم ما عندهمش اي مناسبات او اي حتى بطولات مقبله خلاص. يعني احاله التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق للاداره الفنيه لدراسته والاستفاده من التجربه، وتالت حاجه يتم صرف جميع المستحقات لافراد الفريق الاولمبي بعد يعني صدور التقرير الفني والاداري، واخر حاجه ارسال التقرير التفصيلي للجنه الاولمبيه المصريه في اقرب وقت ممكن. في كل الاحوال بنشكرهم كلهم سواء جهاز فني او لاعبين على الفتره دي وعلى يعني المشاركه الجيده الى حد ما في اولمبياد طوكيو.